ومباشرة مشاهدينا الأحبة من استديو برنامج قهوة الصباح سننتقل الآن إلى ولاية شناص مع الزميل عبد الله بن صالح الريسي. أهلا وسهلا بك عبد الله، والكلمة لك مباشرة. أهلا بك حوراء، أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في برنامج قهوة الصباح والفقرات المتنوعة والمتفردة والتي يتفرد فيها البرنامج من هنا من شناص بمحافظة شمال الباطنة من هذه الولاية الرائعة والجميلة. وطبعا كل ولايات ومحافظات السلطنة رائعة، حيث تشهد السلطنة يعني الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19، ونحن هنا من مركز التطعيم بولاية شناص راح نتعرف على كذا. يعني احنا تجولنا حقيقة في أروقة هذا المكان اللي يشهد يعني عملية تنظيمية رائعة من حيث استقبال الأفراد من المجتمع لأخذ اللقاح. معي هنا المثقفة الصحية شيخة بن سلطان المعمرية لتطلعنا على الكثير من التساؤلات التي حابين يعني ان نتعرف عليها ونطلعكم اعزائي المشاهدين ايضا عليها. شيخ نرحب فيك في هذه الفقره من برنامج قهوه الصباح، وبدايه لو يعني تطلعين المشاهدين على يعني هذا اللقاح، هل هو ممكن انه يعني فاعليته في السيطره على الجائحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على الاستضافه في مركز التحسينات بولايه شناص محافظة شمال الباطنة. بالنسبة للقاح له دور أساسي بالنسبة للجائحة، يقي الناس من الوفيات وأيضا يقي من دخول المستشفيات بسبب الأمراض المعدية. كما لابد أن من المتطعمين الذين أخذوا اللقاح أو الذين لم يأخذوا اللقاح أن يكونوا على دراية بالسلوكيات، بالوقاية، بالجائحة، لمكافحة الجائحة على المستوى المحلي. شيخة يعني كيف يعني تلاحظين يعني إقبال المجتمع وأفراده على أخذ اللقاح؟ بالنسبة صراحة للإقبال، إقبال كبير جدا ما شاء الله. إحنا في هذه الفترة قمنا باللقاح للفئة المستهدفة، وخاصة متلقي الجرعة الأولى من طلبة الدبلوم العام وطلبة التعليم الكبار الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى، وأيضا الجهاز الإداري الدولي لدى الدولة. وما زلنا في هذه الفترة نستهدف فئة 45 وفئة الحوامل، وإن شاء الله سوف نحدث الفئات الأخرى أسبوعيا بإذن الله. شيخ بالتأكيد يعني لابد إنه يعني المجتمع ياخذ المعلومة من مصدرها الرسمي. أنتم كيف واجهتوا يعني الشائعات حول مأمونية اللقاح؟ والله أنا أقول بالنسبة للقاح لابد من أخذ اللقاح لكل مواطن حتى ترجع الحياة إلى طبيعتها. بالنسبة للشائعات لابد أن نستقطب هذا الموضوع، لأن في هذه الفترة إشاعات بالنسبة لمأمونية اللقاح، فالسلطنة قامت بدراسات موثوقة من جهة وزارة الصحة والصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية، بمأمونية اللقاح، فلا بد من أخذ اللقاح. تسعى الوزارة إلى جهد كبير، تسعى إلى وقاية المجتمع من هذا الوباء، ولا بد أن نكون على وعي بقدر الإمكان بأخذ اللقاح. أنا أشكر لك تواجدك معي شيخة في وعلى هذه التوضيحات يعني في برنامج قهوة الصباح. أعزائي المشاهدين، الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19 مستمرة، ودائما وأبدا نقول التحصين وقاية ومعافى ومشافى يا وطن. أعود إليك حوراء. شكرا لك الزميل عبد الله بن صالح الريسي من ولاية شناص، تحدثنا عن الجهود الوطنية، أيضا عن أي الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا كوفيد 19. ونحن نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في قهوة الصباح. ننتقل بكم الآن إلى فصل قصير وبعدها نعود.